فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها لأجل أن تأتي بمتطلبات المنزل التي يتأخر زوجها في إحضارها؟ ما يجوز لها إلا أن تستأذن زوجها، ما تخرج من المنزل إلا إذا أذن لها زوجها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.